يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. سو يا جماعه، نتفليكس قررت انها تسوي مسلسل جديد ولكن بطريقه مبتكره ومختلفه شويه للمشاهد. اوكي، الطريقه ما هي مبتكره مره، سبق وحصلت حاجه مشابهه لها في لعبه وكمان في مسلسل بلاك ميرور اللي هو من انتاج نتفليكس برضه. ولكن علشان ابسط لك الموضوع، المسلسل هذا راح يكون عندك كامل الحريه في كيف تتابعه، او بمعنى اخر تقدر تتابعه باي ترتيب انت تبغى. تبدأ بالحلقة الأولى، تقفز بعدها للخامسة، ترجع للثالثة، تروح للرابعة، الطريقة اللي تعجبك تقدر تتابع فيها المسلسل، وهكذا إلى أن ينتهي معك هذا المسلسل. ولكن كل اختياراتك وترتيبك للحلقات راح يخليك تطلع بنتيجة مختلفة، أو على الأقل ترتيبك للحلقات راح يخليك تشوف الأحداث بمنظور مختلف تماما. الفكرة مش واضحة مرة للحين، ولكن الفكرة الأساسية هي أنه نتفليكس تضيف للمشاهد عنصر متعة وترفيه من نوع مختلف، بحيث تشوف ايش الترتيب اللي يطلع معك وايش النتيجة اللي تطلع معك في النهاية. على كل حال يا جماعة، اسم المسلسل راح يكون كلايد سكوب، وراح يكون من بطولة الممثل الرهيب جان كارلو، بالاضافة الى شوية نجوم معه. راح يكون المسلسل حول عالم السرقة وعمليات السرقة والتخطيط الدقيق جدا، وراح يتم اطلاق المسلسل بمشيئة الله تعالى في بداية سنة 2023. كل اللي نقدر نقوله يا عم ننتظر، احنا ورانا ايه؟ عموما عزيزي الوجيه، قبل ما نبدا في مناقشة أخبار هذا الأسبوع من سلسلة أخبار هوليوود، شارك لي في القناة لو ما كنت مشترك، وضغط لي على زر اللايك لو أعجبك الفيديو، وتعال تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب، كلهم موجودين في صندوق الوصف. غير كذا يلا بينا نبدأ. يا جماعة الخير، أفاتار الجزء الثاني جالس يحطم أرقام قياسية في شباك التذاكر العالمي. يا لطيف، تخيلوا بس، من يوم تم طرحه قبل حوالي 20 يوم أو أقل من 20 يوم، صار قريب جدا من أنه يقفل أول مليار دولار. أول مليار دولار في أقل من شهر، دايم. الكلام هذا زي ما قلت لكم في أقل من 20 يوم، ويمكن وقت نزول هذا الفيديو يعني يكون قفل المليار وخلص. مش بس كده يا جماعة، جيمس كاميرون أطلق الخطة المستقبلية والدقيقة لأفلام أفاتار القادمة. هيسجل معايا عزيزي الوجيه، أفاتار الجزء الثالث راح يكون بعنوان أفاتار The Seed Bearer، وراح ينزل بمشيئة الله تعالى في سنة 2024. خلصنا؟ لا لسه. أفاتار الجزء الرابع راح يكون بعنوان The Tolkien Rider، وراح ينزل بمشيئة الله تعالى في سنة 2026. خلصنا؟ لا لسه. أفاتار الجزء الخامس راح يكون بعنوان أفاتار The Quest for Iowa، وراح ينزل في سنة 2028 بمشيئة الله. خلصنا؟ لا لسه. جيمس كاميرون يا جماعة يقول إنه عنده خطة لجزء سادس وجزء سابع. ايش في يا جيمس؟ الو، شوفوا يا جماعه، انا عندي تحليل واحد كذا، واضح انه جيمس كاميرون ناوي يعتزل بعد افاتار، فقال خلاص خليني احط ما تبقى لدي من طاقه في عالم افاتار وبعدها افلح. الكلام هذا من كيسي مش رسمي، بس كذا اتوقع يعني. ليش شاد حيله مره كذا في زلزله افاتار؟ شكله ناوي يفقع بعدها، الله اعلم. بس صراحه اهني على الصمله في عالم افاتار. والمخرج والكاتب راين جونسون اللي كتب واخرج سلسله افلام نايفز اوت، صرح تصريح قبل كم يوم يا جماعه في السوشيال ميديا، وكانه عمل ضجه شوي. الادم يقول انه افضل ممثل مصارع، يعني مصارع وصار ممثل او مصارع وما زال ممثل في نفس الوقت ايا كان، افضل ممثل مصارع هو ديف باتيستا. انا احب ديف باتيستا مرة، يعجبني، ولكن تصريحه قلب أم الدنيا فوق تحت، بل إن وصفه الدقيق في الكلام كان يقول أعظم ممثل مصارع في هذا الجيل أو في كل وقت مضى هو ديف باتيستا. انت ايش رايك عزيز الوجيه بهذا الكلام؟ هل تتفق انه ديف باتيستا هو افضل ممثل مصارع، ولا جون سينا، ولا داروك، ولا في احد ثاني كمان؟ ما اعرف صراحه. ورسميا يا جماعه، احداث الجزء الثالث من ديدبول اللي راح يشارك فيه هيو جاكمان بدور وولفرين او لوغان بجوار ديدبول شخصيا برضه، راح تكون ما قبل احداث فيلم لوغان الاخير. اكيد بتكون احداثه قبل يا وجيه، كيف تكون بعد؟ عموما اصلا فيلم لوغان الاخير كان في المستقبل البعيد، والمتحولون وقتها والاكس من خلاص شبه منقرضين، ففكرة انه يكون في هذاك الزمن مستحيلة اصلا. عموما يا جماعة، صرح هيو جاك من مؤدي شخصية وولفرين وقال ان ديدبول وولفرين في هذا الفيلم مش طايقين بعض خالص، يعني ممكن يقوم بينهم بوكس واكشن طول الفيلم، او ممكن في جزء من الفيلم وبعدين يتعاونوا مع بعض. عموما مش واضح الى الان ايش بتكون قصة الفيلم، ولكن هذه المعلومات البسيطة ممكن تعطينا تصور عن ايش ممكن تكون قصة الفيلم. غير كذا يا جماعة، ذكر هيو جاك من انه راح يكون داخل فيلم ديدبول
بول الجزء الثالث سفر وتنقل عبر الأزمنة عن طريق جهاز أو ديفايس معين اللي سرقوا ديدبول في الجزء الثاني. بالله تخيلوا معايا يا جماعة، هيو جاكمان وولفرين ديدبول ومعاهم آلة زمن، يعني ثلاثة أشياء جميلة في شيء واحد. او ماي جاد، جوي جوي واجوائي. متى ينزل الفيلم؟ بس بعيد، بس انسوه انسوه، يعني لا تفكروا فيه كثير، بعيد. ورسميا برضو يا جماعه الحلقه الاولى من مسلسل ذا لاست اوف اس المشتق من اللعبه الشهيره ذا لاست اوف اس راح تكون مده الحلقه الافتتاحيه او الحلقه الاولى 85 دقيقه او ساعه و25 دقيقه، وبعدها وغالبا باقي الحلقات راح تتكون او تكون مدتها ما بين 45 دقيقه وساعه. جدير بالذكر يا جماعه انه المسلسل باقي له اقل من شهر ونشوفه بمشيئه الله على شاشة التلفزيون. الحماس لهذا المسلسل يا جماعة صعب جدا تصفه الكلمات. كل اللي نقدر نقوله إن شاء الله إنه فعلا يكون قد التطلعات. وفيلم بابلون يا جماعة اللي أزعجتكم فيه وطفشتكم فيه واحد أهم أفلام السنة، أنا ما زلت عند كلمتي، الفيلم قد يكون فعلا أهم أفلام السنة، ولكن أحب أقول لكم إنه نزل قبل فترة في صالات السينما، وللأسف توقيت نزول الفيلم كان مرة مرة سيء في بعض الدول، عواصف ثلجية وكريسماس ومن عارف ايش، وقدر الفيلم للاسف انه يحقق بس 8 مليون دولار في اول ايام افتتاحه. فالرقم هذا في عالم صناعه الصور المتحركه وعالم السينما والتلفزيون بشكل عام رقم جدا جدا سيء ومخيب للامال. البعض يقول انه الحمله التسويقيه للفيلم كانت جدا فاشله، والبعض يقول انه تاريخ اصدار الفيلم في صالات السينما او التوقيت مره سيء، مش بس عشان الكريسماس والعاصفه الثلجيه لا، ولكن لانه صالات السينما حاليا فيلم افاتار جالس يكتسحها اكتساح. اقول لكم الفيلم قرب يقفل مليار دولار، تروح تنزل فيلمك مع فيلم افاتار؟ غلط. غير كذا يا جماعه وللاسف فيلم بابلون ميزانيته حوالي 79 مليون دولار او خلونا نقول 80 مليون دولار، وللان ما جاب منها الا 8 مليون دولار. انا ما اعرف وش الحسبه بالضبط، الحسبه الماليه والدقيقه للمحاسبين داخل الفيلم، ولكن يقول لك علشان فيلم بابلون يقدر يبدا في تحقيق ربح حقيقي لازم يقدر يجيب ايرادات 250 مليون دولار في صالات السينما، واي رقم بعد ال 250 مليون يكون ربح ذيك الساعة. كل اللي اقدر اقوله لكم good luck with that. وعلى طاري شباك التذاكر يا جماعة، فيلم بلاك بانثر واكاندا فور ايفر قدر انه يكسر حاجز 800 مليون دولار امريكي، وبكذا يكون حقق الفيلم الارباح المتوقعة له بل اكثر. والمسلسل المشتق من عالم ذا ويتشر، الابتسامه هذه ابتسامه واحد ايش كان متوقع هذا الشيء بس اني كنت مسوي مجنون. المسلسل اللي يحمل اسم ذا ويتشر بلاد اورجن للاسف الشديد يا جماعه نزل والجمهور اعطوه رنوه على راسه الين عض الارض، واخذ ردود افعال اوليه جدا جدا سيئه من الجمهور وكمان النقاد، من عشاق الرواية ومن غير عشاق الرواية. تعمي على IMDb أخذ 4/10، وعلى موقع الطماطم الفاسدة أخذ 36%. هذه فضيحة، هذه فضيحة يا نتفليكس. واضح أنهم استعجلوا في كتابة المسلسل وجابوا أم العيد فيه. بعدين أنت قلتها يا وجي نتفليكس، ايش كنت متوقع من نتفليكس يعني؟ وفيلم نايفز أوت الجزء الثاني أو غلاس أونيون أو الزجاج البصلية البصل أو البصلة الزجاجية توفر قبل فترة للمشاهدة على منصة نتفليكس، وتقدرون الآن تتابعونه. للأمانة واحد من أجمل أفلام السنة، جريمة غموض كوميديا بطريقة كذا جدا جميلة ومميزة، وكتابة جيدة وأداء تمثيلي مميز وطاقم تمثيلي برضو رائع. وفي حال إنكم باقي ما اتخذتوا قرار في متابعة هذا الفيلم ولا لا، تقدرون تشوفون مراجعتي للفيلم من دون حرق برضو على قناتي في اليوتيوب، ولكن اعملوا حسابكم إنه الفيلم غير مناسب للمشاهدة العائلية ومصنف لمن هم فوق 16 سنة. وذكرت بعض المصادر يا جماعة إنه مسلسل شي هولك لو كان فيه فكرة لإنتاج موسم ثاني فهي مستبعدة تماما، موسم ثاني من مسلسل شي هولك مفيش. هالكلام جاء بعد حملة الانتقادات المرعبة اللي حصلت للمسلسل، فضلا عن التقييمات السلبية والنقد اللاذع للمسلسل والممثلة والمؤثرات وطاقم المسلسل وقصة كل شيء كذا عطبوه صراحة من قوة الانتقادات. ولكن يا جماعة عدم وجود موسم ثاني لشي هولك لا يعني اننا ما راح نشوف شي هولك، لا، ربما راح نشوف شي هولك في عالم مارفل في افلام ثانيه تشارك يعني في ادوار بطوليه، وممكن مع الافينجرز مستقبلا، لانه مثل ما قالوا ما فيش فيلم افينجرز جديد راح ينزل الا بوجود شي هولك. انت ايش رايك عزيزي الوجيه، هل مسلسل شي هولك الاول فعلا معطوب؟ انا قلت لكم انه معطوب بس ابغى اشوف رايكم يعني. ولعشاق انمي بليتش، صحيح انه قبل كم يوم ودعنا البارت الاول من الارك الاسطوري للانمي او بالتحديد ارك حرب الالف سنه الدمويه، يقلع ام
الاسم كيف مرعب زي حلقات الارك ذا المرعبه. انتهى البارت الاول، ولكن البارت الثاني يا جماعه راح ينزل بمشيئه الله تعالى ابتداء من شهر يوليو سنه 2023. اوكي ما ابغى اصدمك واقول لك متى ينزل، ولكن انا مضطر اقول لك لانك انت تبغى تعرف. البارت الثاني من ارك حرب الالف سنه الدمويه من انمي بليتش راح نشوفه تقريبا بعد 6 اشهر. انا عارف بعيد بس ما عليك، الوقت يعدي. بس وربي يا جماعه الخير الارك هذا حرفيا الكاتب اجرم وابدع فيه بشكل ما كنت متوقعه ابدا. 13 حلقه كلها طحن في طحن وكشف اسرار وفوضى ما بعدها فوضى يا ساتر. الاركات القديمه صراحه كان قاعد يلعب فيها الكاتب، الارك الجديد هذا ارك حرب الالف سنه الدمويه يخرب بيت ابليس وكيف كفر فيه كفر. وقال جادوت يا جماعه الممثله الاسرائيليه ما زالت فكره وجودها في عالم دي سي قائمه بالرغم من انه الجزء الثالث من فيلم وندر وومن تم الغائه، ولكن ذكرت بعض المصادر يا جماعه قبل كم يوم وبعيدا يعني عن وجودها في عالم دي سي انه الممثله قال جادوت راح ترجع في الجزء العاشر من سلسله افلام السرعه والغضب او فاست اند فيوريوس. انا مش فاكر كويس ايش اللي صار لها يعني، بس انا متاكد وعلى حسب ذاكرتي النايمه انها ماتت في واحد من الاجزاء الاولى لسلسله السرعه والغضب. يب ماتت شخصيتها في واحد من الاجزاء القديمه، وانا اسف اني حرقت عليك لانه اصلا دورها بيض وما من امه فايده. عموما بطريقه ما راح يرجعوها في الجزء العاشر من سلسله افلام السرعه والغضب. كيف ازاي شلون؟ والله ما عندي اي فكره، حرفيا المخرج عاوز كده. لو الخبر صحيح طبعا ممكن يطلع كلام فاضي لانه المصادر اللي ذكرت هذا الخبر لسه لكم عليها. ونتفليكس يا جماعه تلغي عمليه مشاركه الرقم السري للحسابات، ما فيش اكثر من شخص يدخل على نفس الحساب من اكثر من بيت. اذا انت في البيت وعندك مجموعه حسابات او مجموعه اشخاص في نفس البيت وعلى نفس الشبكه عادي تقدروا تشاركوا الرمز السري مع بعض، ولكن اي شخص يحاول يدخل على حساب نتفليكس اللي انتم قاطين فيه من خارج شبكتكم مستحيل يقدر يدخل. قال انه علشان تسوي مشاركه للرقم السري مع ناس من خارج الشبكه مع اخوياك او اصحابك او اهلك او ايا كان راح تضطر تدفع مبلغ اضافي او انهم يجوا يسكنوا معاك في البيت وتقعدوا على نفس المودم. عموما يا جماعه الموضوع للان ما تم تطبيقه، ولكنه قيد التجربه في امريكا اللاتينيه في هذه اللحظه وراح يطبق بشكل كامل في سنه 2023، فالحق ما تلحق شوف لك حل انت واخوياك وظبطوا المظبيط. ويقال يا جماعه انه نتفليكس بعد تطبيق هذا القرار راح تخسر اكثر من 100 مليون مستخدم، او بالاصح اكثر من 100 مليون مستخدم راح يتضررون بسبب هذا القرار، يعني ممكن يكملوا مع نتفليكس وممكن ينسحب. بس للامانه حلوه نتفليكس، انا مبسوط منكم انكم بديتوا تركزوا في البيزنس، بديتوا تركزوا في البيزنس. يا ريت كمان بالمره تسيبوا العالم في حاله وتركزوا على الترفيه وتقدموا لنا حاجه حلوه، سيبونا من الاجنده والاشياء ذي الغبيه اللي قاعدين تزحلقونها وما راح تضيف اي شيء للمجتمع. ركزوا على الترفيه، ولا شيء اسوى الترفيه وبيجيب لكم فلوس، بيجيب لكم فلوس الترفيه وجمال الترفيه بيجيب لكم فلوس، ظبطوا اموركم. وفي احد اللقاءات يا جماعه سالوا الممثل هاريسون فورد عن سبب انضمامه لعالم مارفل السينمائي. السؤال كان كذا فيما معناه يعني انه انت رجال كبير وممثل قدير وش كيف تشتغل مع مارفل ايه؟ ولكنه رد عليهم رد الجمهم واقفل كل ابوابهم. قال لهم يا جماعه الخير انا جربت في حياتي اشياء كثيره، انا ممثل من يوم انا صغير، كبرت وترعرعت وانا ممثل والان صرت شايب، ليش ما اخوض تجربه جديده مع مارفل؟ ليش لا؟ ابى اخوض تجربه جديده مع مارفل، مو غلط، اعطيهم هذول اللي مره مسوين انه السوبر هيرو افلام فاذيه، ليش يشاركون فيها الكبار؟ يشاركوا فيها الكبار ويبدعوا وياخذوا فلوس وكله ينبسط. جدير بالذكر يا جماعه انه الممثل القدير هاريسون فورد راح يكون اول ظهور له في عالم مارفل في فيلم كابتن امريكا الجزء الرابع وفيلم ثاندر بولتس. وفاصل شاطح يا جماعه قبل ما نختم اخبار اليوم، اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي وبعد فوز منتخبه الارجنتين في كاس العالم سنه 2022 قدر يا جماعه انه يحصد لقب المنشور الاكثر اعجابا في تاريخ انستغرام. اسالني كم قدر يجيب لايك على واحد من منشورات، واحد من منشوراته اللي نزلها على انستغرام وهو شايل كاس العالم جاب اكثر من 73 مليون لايك. 73 مليون لايك، 73 مليون شخص ضغطوا لايك دايم، ما شاء الله تبارك الله، يستاهل ليو، يستاهل الجوت. نعود ادراجنا يا جماعه ونختم اخبار اليوم. صرح المخرج جيمس كاميرون يب نفسه هو المخرج وكاتب سلسله افاتار انه عنده فكره تجول في باله هذه الايام، غير افاتار الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع غيرهم، في فكره ثانيه تجول في باله حول انعاش سلسله ترمينيتور، ولكن يقول انه لو راح يرجع سلسله ترمينيتور الى صالات السينما راح يكون تركيزها على تطور الذكاء الصناعي وكيف بدات صناعه هذه الالات الذكيه، وليس فقط تحولهم
تحولهم إلى آلات قتل وتدمير للبشرية وإنهاء أم الكرة الأرضية زي كل فيلم. أنا ما عندي مشكلة صراحة، الناس كلها جالسة تحلب، أحلب معاهم يا جيمس كاميرون، بس لازم تشوف آخر كم فيلم من السلسلة، كلها تسليك وخرابيط صراحة. فليش تكمل مشروع نايم إذا عندك الفرصة إنك تسوي شيء جديد أصلا؟ عموما يا جماعة في النهاية براحة عمو جيمس كاميرون، لا أحد يقول له شيء. عمو جيمس كاميرون واحد من الناس العصبيين، إذا قلت له يعطيك كف، سيبوه في حاله. وبس والله يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب لأنه أفضل شيء ممكن تدعموا فيها القناة هو الاشتراك في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات، وتعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب كلهم في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.